حنين انت ومين عايشه وخبرينا شو صار، كيف فاتوا الدواعش، كيف قدرتي تهربي منهم، كيف قتلوا عائلتك؟ انا عايشه انا وعائلتي، انا وامي وهاتي سنتي. دق الباب قال ما فات، احنا كنا سامعين صوت رصاص. قلنا له مين؟ قال نحن الجيش. ما كنا كيف شكله كان؟ مثل الوحش يعني، له لحيه ودقن وشعراته طويل، يعني مش بيشبه كل شيء للإنسان. يعني كان واضح عليه إنه شكل إنه مجرم إرهابي. قوس على القفل لفتح الباب. أمي مع رغم ما هيك ما وقفت، ظلت واقفة ورا الباب مش إنه ما يفتح، وتشد الباب لبرا. فتح الباب بقوة وقوس أمي وطقت بالأرض. ضلينا أنا وخواتي ثلاثة. كنتوا واقفين عم تشوفوا كل شيء؟ ايه كنا واقفين ومسكين مع أمي الباب، بس فتح قوس أمي وظل نحنا. فتح صار يحكي مع اللي وراه. فتحت باب الخزان، قلت لهم منزت حينا بالخزان وما منروح معهم. خزان المي؟ خزان المي. وين خزان المي عندكم يعني؟ بجوات البيت. ويعني قلنا أمي إنه أهم شيء إنه ما تروحوا معه، لو منزت حالنا بالخزان أو منموت وما منروح معه. بس كنتم متوقعين إنه يجوا ليكون بهذا الوقت؟ لا، إنه بفترة إنه هني إنه يظلوا إنه بالمنطقة اللي شرقينا، كنا متوقعين أوي، بس بفترة إنه بفترة معينة إنه أعلن الجيش إنه طهر المنطقة الشرقية كلها. طيب كملي لي شو صار. بعدين قلت لهم لخواتي، قلت لهم انه منزت حالنا بالخزان. قال هن يخافوا اول شيء. قلت لهم منزت حالنا احسن ما نروح. طيب وين كانوا هن مش معكم؟ مين؟ الدواعش؟ لا، هو كان واقف على الباب عم يحكي مع اللي ورا انه هو فكر انه احنا خلص انه رايحين معه. انا نزلت، اجى هو قاعد مسكني من ايدي، بدوش يخليني انزل على الخزان. هو فلت له ايده ونزلت، اخذ خواتي، وحده قوس على البراندا وحده شرق الدار. قوس اخواتك اثنين؟ ايه صغار. ايه وانت شو صار فيك انت بالخزان؟ ظليت ما بعرف هيك انه وقعت على نزلت بالخزان على اساس اني اختنقت، ما هيك في شيء رفعني بالمي انه قدرت اتمسك، بس وقفت بطلت المي غمرتني كلني. قد ايه بقى منك برات المي؟ يعني من راسي وفوق. فكرني انه ماتت. طلعت من الخزان، بس طلعت لقيت امي ملقحه بالارض، وحكيتها ما كانت ترد علي. قلت لها قومي انه قوس خواتي، قلت لها قومي تخلينيش لحالي، واحكيها ما ترد علي. حطيتها بحضني واحكيها ابدا ما بتردش. اخر نفس اخذته كان على ايدي. جربت تشوفي؟ لا، انه كنت اذا بدي اطلع من الباب انه ممكن، انه ما كنت خايفه انه اذا طلعت يقوسوني، بس كنت خايفه انه اذا طلعت انه يخطفوني. رجعت اخذت شو ما في عند امي، شو ما عندها دواء بالبيت، جمعتهم واخذتهم وفضيت كنبي ونمت بصندوق وسكرت. اخذتي دواء لتنتحري يعني؟ لاموت. قلت انه بدي نام وفيق انه تلاقي امي تقاومني على المدرسة وتقول لي انه قومي، فيق الشاب اني وامي ماتي او بس. طبعا ما نام وقوم لاقي نفس الوضع، لا واسمع صوت رصاص واسمع صوت ناس وصريخ وعياط وما بعرف. لاخر شيء فقت، لقيت حالي بالمستشفى وما بعرف بعدين. مين خلصك؟ سمعت انه واحد من المستشفى من الهلال الاحمر قال لي انا عم باخذ امك، انا عم شيل الجثث. شلنا جثه امك وفتنا على الغرفه اللي جوا لنشوف اذا بعد في حدا. شافوا لي قطعه من اواعي برات الصفاي. ثيابك معلقين برات الصف؟ ايه، معلقه قطعه من اواعي برات الصفاي. فتحوا علقوني جوات، خذوني عملوا لي غسل معدي وظليت عايشه. زعلانة لأنك بقيتي عايشة؟ كنت بتمنى لو إني استشهدت وظليت أنا وأهلي. هو لا اعتراض على حكم الله، صح الله إنه هو اللي خلق الخالق وهو أدبر فيه، لا اعتراض على حكم الله،
بس أنا رح أقرأ رح أكمل دراستي ورح أحقق حلم أمي وأطلع دكتورة مثل ما بدها وما خاف من شيء لأني صارعت الموت مرتين وما متت فما عاد أخاف من شيء.